صالح الجبواني وزير النقل المستقيل وأحد صقور الشرعية يكشف حقيقة أجندات برنامج الإعمار السعودي في اليمن وكذلك خلفيات استهداف الجيش الوطني حين كان على أبواب عدن لتخليصها من ميليشيات الانتقال الإنقلابية المدعومة إماراتيا. انتظرونا الليلة في برنامج التاسعة على شاشة قناة المهرية في الساعة 9 مساء بتوقيت اليمن. التاسعة يأتيكم في 9 مساء ويعاد بثه في الأوقات التالية.